الشبح الخفي، طائرة الموت وطائرة الظلام، المجرم الخارق لروسيا أو كما يسميها الناتو فالن، المقاتلة الروسية سخوي 57، الكاسحة برا وبحرا وجوا، من يمتلكها فهو منتصر في معاركه بنسبة كبيرة. يا لها من قدرات خارقة، لكن ما الذي جعل هذه الطائرة مخيفة ومرعبة هكذا؟ وما هي القدرات الخارقة التي تتمتع بها هذه الطائرة؟ أرسلت موسكو هذه الطائرة لتدمير دفاعات أوكرانيا، فهي المقاتلة التي لا يكتشفها الرادار. فرضت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على من يشتري هذه الطائرة، وسال لعاب الكثير من القادة حول العالم لشرائها. فعن أي شبح خارق نتحدث؟ تعتبر الدول الأوروبية هذه المقاتلة تهديدا مباشرا، وتعدها واشنطن خطرا محدقا ورسالة استفزازية تستهدف جيش أمريكا العظمى. شبح بوتين الخفي. سخوي 57 أو سو 57 طائرة روسية ثقيلة، مقاتلة متعددة المهام وثنائية المحرك، ذات مقعد وحيد من مقاتلات الجيل الخامس. شرعت شركة سخوي في تطويرها عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. يستطيع رادارها اكتشاف الأهداف المطلوب التعامل معها من على بعد يزيد عن 400 كيلومتر، وباستطاعتها تتبع 60 هدفا في آن واحد، ويمكن للطائرة ضرب 16 هدفا بضربة واحدة. ما كل هذه القدرات الخارقة؟ إنها مصممة لمنافسة مباشرة مع المقاتلتين الأمريكيتين F-22 وF-35. محرك مقاتلة سو 57 يتميز بميزة فريدة، حيث تم تزويده بنظام التحكم في الاتجاه الشامل لجميع الزوايا، وهو ما يجعل الطائرة قادرة على المطالبة بلقب أقوى مقاتلة في العالم حسب ما نشرته صحيفة ميلتري ووتش الأمريكية. من أبرز المزايا التي تتمتع بها سو 57 على صعيد القتال الجوي هي قدرتها على حمل صواريخ جو حديثة وبمديات بعيدة، بالإضافة إلى إمكانياتها الكبرى على إجراء المناورة واستخدام 6 رادارات بدلا من رادار واحد، وقدرة رادارها على العمل بدون توقف من خلال استخدام مستشعر الأشعة تحت الحمراء. سو 57 مقاتلة من الجيل الخامس، ولكن يقال إنها مصممة للقتال على مستوى الجيل السادس، وتدمج العديد من التقنيات الحديثة لهذه الغاية، بدءا من الذكاء الاصطناعي إلى الليزر والأسلحة التي تفوق سرعة الصوت. قدرات مرعبة يضيفها الدب الروسي إلى هذه المقاتلة، فهل من مبارز؟ ليس ذلك وحسب، بل يمكن استخدام هذه الطائرة في ضرب الطائرات المسيرة، ما يجعلها أول مقاتلة من جيلها تكسب انتصارا جويا بعيد المدى في سماء الحرب. صاروخا فرط الصوت يدخلان ترسانة مقاتلة سو 57 التي تعد أول طائرة في الخدمة العسكرية الروسية تستخدم تقنية التخفي، وقد يمنع الصاروخان مقاتلة F-35 الأمريكية من الطيران والقدرة على خوض القتال، ويكفي وجود الصواريخ فرط الصوتية من هذا النوع لجعل العدو يتخلى عن العمليات الهجومية. وفق ميلتري ووتش، سو 57 مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية على سطح الماء، وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها عام 2010. هي مميزة في الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرتها على تنفيذ التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت. تتمتع سو 57 بأحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية، فضلا عن صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة. لتعلن موسكو مرارا أنها اجتازت الاختبارات بنجاح في سماء سوريا. 4 مقاتلات سو 57 استخدمت في سياق العملية الخاصة في أوكرانيا، وهي متصلة بشبكة معلومات واحدة بهدف تدمير وسائط الدفاع الجوي.
ووفقا لوسائل إعلام روسية، بدأت المقاتلات 57 القتال في أوكرانيا تقريبا بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من الهجوم البري، وكان تدمير الشبكة الأوكرانية أول استخدام حربي لها. وخلال هذه المعارك حلقت خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي للعدو، وضربت أهدافا على الأراضي الأوكرانية بمجموعة متنوعة من الصواريخ. لهفة عالمية. العالم يجري وراء القوة، والقوة صفة لازمت السلاح الروسي في الجو والبر والبحر، والطائرة الملقبة بالمجرم تأتي على رأس قائمة سلاح الجو للروس. أليس أمرا طبيعيا أن يكثر طلابها؟ وتشير التوقعات إلى إقبال دول العالم على شراء مقاتلات الجيل الخامس الروسية سوخوي 57، وتأتي 5 دول في مقدمة المشترين المحتملين. أولا الصين، رغم امتلاك بكين لطائرات محلية حديثة لكنها لا تصل لقدرات سوخوي 57. ثانيا الهند، وتعتبر الهند من أهم مشتري المقاتلات الروسية منذ 60s الماضي. ثالثا الجزائر، وهي ثالث أهم مستوردي السلاح من روسيا، وعلى رأس قائمة السلاح المستورد تأتي الطائرات. مع تقارير بأن عقدا تم بين الجزائر وموسكو يحصل الجزائريون بموجبه على 14 طائرة سوخوي 57. رابعا فيتنام. مع نمو الاقتصاد الفيتنامي يتوقع أن تصل صفقة الطائرات سوخوي 57 الروسية إلى فيتنام بحلول 2030. خامسا تركيا، رغم أنها عضو في حلف الناتو لكن امتناع أمريكا عن بيع طائرات F-35 لأنقرة قد جعل الأتراك يفكرون بصفقة مع موسكو، وهناك الكثير والكثير من الدول الراغبة والمتلهفة لشراء شبح الجو الروسي، لكن العقوبات الأمريكية قد تقف حائلا دون شراء الدول لهذه المقاتلة. فهل تكسر الدول هذه العقوبات؟ يصل سعر سوخوي 57 إلى $100 مليون للطائرة الواحدة، كما أنها قادرة على التحليق لمدة طويلة بسرعة تفوق سرعة الصوت في النهار والليل وفي أي ظروف جوية، لكن ليس بمقدور الجميع الحصول عليها، فثمنها الباهظ وعقوبات أمريكا تمنع الوصول إليها. لكن هل يستطيع الأمريكان تسيير العالم كيفما يشاءون دائماً؟